على موعد مع ندوة صحفية مع الصحفيين للحديث عن برشا نقاط في الحقيقة وقع تناولها في هذه الندوة الصحفية، لكن الأبرز النقطة الأبرز هي الإصابات المتتالية للمنتخب الوطني التونسي، مش في التربص هذايا فقط وإنما حتى في التربص الفارط في المباراة الفارطة. الإجابة جينا من عند المدرب فوزي البنزرتي. كان سمعهم من الجوار فاليري معناتها براون معناتها براون اللي تي لا هيير معناتها اللي فيني عملنا له يارم معناتها ظهر معناتها كيلي دون لا كاباسيتي دو جوي ولا تيتر معناتها بارمي نو دونك معناتها سنتاندي لعب يقول كون سي معناتها البليسير اللي صارت له معناتها في سنتاندي مالوريزمون معناتها بور نو ولا ريزمون جو سي با فهمتي يا با مال دو جوار اللي ضربوا في اخر لحظه فهمتي انا اللي ساعد هذاك فهمتي لعب J'ai compté beaucoup sur lui, c'est un très très bon joueur qui peut... Il n'a jamais eu un barche, malheureusement, mais il n'a pas eu un barche, au niveau de l'équipe nationale, on n'a pas eu de blessure. On a léger, on a été psychagé, on a été psychagé, on a été psychagé, donc il n'y a pas eu de blessure. Il faut faire composer avec. من الأسماء اللي وقع توجيه الدعوة لها لتعويض المصابين اللي تعددت الأسماء متاعهم والغيابات، والإطار الفني ممكن في بداية التربص كان يرفض توجيه الدعوة للاعب إضافي، لكن مع تعدد الإصابات وقع توجيه لمحمد دعوة لمحمد أمين بن حميدة المدافع الأيسر والظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي اللي تحدث عن دعوته هذه المدرب فوزي البنزرتي. Il a été toujours appelé en équipe nationale, il a fait ma coordination bien tous les défenseurs, le Mojoudine, puisqu'il est habitué à jouer avec l'espérance dans son club, il est titulaire. Donc, c'est un joueur pratiquement confirmé. Il a été cloche, il a été joué sur la liste. Certainement, il a été cloche. Il a été Je pense qu'il mérite sa place. وشفتوا بارح في لوزونترمون لو دو دانيير سيونس معناتها سي ان جوار معناتها كي ميريت معناتها ديتر دون ليفيكتيف كو نوزافون إل ميريت ديتر افيك نو. نذكر أن منتخب جزر القمر سيكون منافس المنتخب الوطني التونسي في الجولة الثالثة اليوم 11 أكتوبر، يعني يوم الغد انطلاقا من الساعة 8 مساء، ومباراة الجولة الرابعة اللي باش تكون يوم 15 أكتوبر بأبيجان بالكوت ديفوار سيستضيف من خلالها منتخب جزر القمر منتخبنا الوطني التونسي. المدرب ستيفانو مدرب منتخب جزر القمر كان أيضا اليوم حاضر في ندوة صحفية وتحدث عن المنتخب الوطني التونسي. plus de fois en quart de finale de la CAN. Donc c'est une équipe qui est très compétitive. Je connais pas mal de joueurs. Certains ils jouent en Italie comme Arafia, qui est un très bon joueur, que je suis depuis longtemps. Et je pense que c'est un petit peu injuste de citer des noms, mais j'aime bien le jeune gardien, celui qui est de l'Espérance. C'est un très bon gardien. Et il y a une très bonne équipe, un bon collectif. C'est une équipe très compétitive. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي من أجل إحراز انتصار جديد مع المدرب فوزي البنزرتي في مباراة يوم الغد. بالنسبة لأخبار التحكيم في تونس، الهيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة طبعا الدكتور كمال إدير قررت بعد استقالة المشرف العام عن التحكيم السيد نجي جويلي تكليف وتعيين أعضاء إدارة الوطنية للتحكيم برئاسة السيد مراد الدعبي الحكم الدولي السابق اللي يتحدث عن هذا التكليف. كل بين النداء الواجب ومش نترأس هنا الإدارة الوطنية للتحكيم، رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم بمعية الأخوة اللي باش يكونوا مكلفين بتعيينات الحكام اللجنة هذه إن شاء الله بحول الله. عندنا الجمعة هذه تنتظرنا الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية اللي إن شاء الله ستلعب في إبانها وفي وقتها، كنت تكلمنا معهم وإن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة باش يدفعوا أقصى خاصة للحكام الشبان واللي يزفروا السي 1 والسي 2 والحكام اللي يزفروا الرابطة الوطنية الثالثة، دونك باش يكون فما حلول وباش تحلح الأمور بإذن الله. الفار إن شاء الله في طريقة زادة فما درس وصل الشيء إلى أعلى مستوى وقاعدين يقوموا باتصالات كثيفة وحثيفة من أجل استرجاع الفار. أكيد سنواصل بقية الأخبار في فلاش سبور بعد أن نتوقف لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل الأخبار الرياضة في فلاش سبورت. توقفنا عند التصريح للسيد مراد الدعمي رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم اللي تم تعيينه اليوم، ومدير الإدارة الوطنية للتحكيم السيد مراد الدعمي باش يكون إلى جانبه السيدين هشام قيرات ومحمد العروسي المنصري وزبير نويرة في لجنة تعيين الحكام والمراقبين، في لجنة تعيين الحكام المساعدين شكري سعد الله و زهير العريبي، في لجنة تعيين حكام رابطة الهواة مستوى أول ورابطة الهواة المستوى الثاني والشبان رياض الحرزي محمد علي سليني منذر لطرش، على مستوى لجنة تطوير الحكام وتقنية الفيديو الفار وتقنية طبعا الفيديو الفار والحكم المساعد باش يكون الثنائي محمد المدب وعبد العزيز الحمروني، ولجنة تعيينات حكام الرابطة النسائية منيا البدوي. هذه هي تركيبة اللجنة أو الإدارة الوطنية للتحكيم اللي وقع تكليفها اليوم لطبعا إدارة شؤون التحكيم على مستوى كرة القدم في تونس. آخر أخبار الأندية، النجم الرياضي الساحلي برمج مباراة ودية غدا ضد نادي أبو سليم الليبي. المباراة ستكون انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا بسوسة في إطار تحضيرات النجم للفترة القادمة. القوافل الرياضية بقفصة اليوم الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية للفريق، نذكر قائمة واحدة مترشحة برئاسة السيد خالد بن نور. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي موجود في تركيا في تربص إعدادي خارجي حقق اليوم فوزه الثالث في مباريات الودية في هذا التربص الإعدادي الخارجي استعدادا للبطولة العربية اللي باش تدور فعاليتها بالمنامة بالبحرين. منتخبنا الوطني التونسي فاز على نادي اسطنبول شهير سبور المنتمي للدوري التركي الممتاز بنتيجة 3 أشواط مقابل 0.
من أخبار الكرة الطائرة إلى أخبار الجامعة التونسية لألعاب القوى اللي أقامت اليوم العشية حفل تكريمي للرياضيين المتميزين في رياضة ألعاب القوى بعنوان سنة 2024 المتميزين على مستوى البطولات العالمية وكذلك الألعاب الأولمبية. زميلنا لبيب الصغير كان حاضر في هذه الاحتفال وفي هذه العشوية والأمسية من تنظيم جامعة ألعاب القوى. أكيد لبيب سيكون معنا بعد قليل للحديث عن أهم ما جاء في هذا الحفل التكريمي، وأكيد سنستمع لضيوفه. ونذكركم وأنه نهار الأحد إن شاء الله في وقيت سبور إن شاء الله سيكون ضيوف خاصين وأكثر عدد من الضيوف، لأنه ستكون حلقة خاصة بألعاب القوى مع لبيب صغير إن شاء الله يوم الأحد. لكن اليوم أكيد باش ناخذ من عند لبيب أهم ما جاء على مستوى حفل التكريم بالنسبة للجامعة التونسية لألعاب القوى. رامي ما نعرفش إذا كان الاتصال جاهز مع لبيب، ناخذه لبيب. لبيب مرحبا بك. مرحبا بك رجاء، تحية لك، تحية لكل المستمعين. أكيد اليوم كان الموعد مع تكريم للعدائين والعدائات المتميزات بالنسبة لجميع ألعاب القوى. بدرة طيبة تشكر عليه، لأنه تعودنا وأنه اللي يطلعوا على البوديوم ولا المنصة هم اللي يتم تكريمهم، لكن باعتبار وأنه شكلنا النواة متاع أبطال إن شاء الله أولمبيين قادمين، الجامعة اليوم كرمت أبنائها رغم غياب ممثل عن وزارة الشباب والرياضة للأسف الشديد، باعتبار أيضا غياب المنحة متاع الرياضيين ذوما منذ بداية السنة الجارية. ناس تحضر واستعدت للألعاب الأولمبية من غير ما خذيت حتى مليم. على كل اللي كانوا موجودين اليوم هم السيد خالد عمارة رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى، سيد حمادي بن سعيد المدير الفني، سيد رضا المناعي ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، البطل الأولمبي والعالمي محمد القمودي والبطل العالمية والأولمبية حبيبة الغريبي بحضور سلة من الرياضيين وأيضا الإعلاميين في حد النزول بالعاصمة. المكرمين هم كانوا محمد أمين الجناوي صاحب المرتبة الرابعة في الألعاب الأولمبية الفارطة، أحمد الجزيري صاحب المرتبة الخامسة في 3000 متر وأنا نحكي أيضا في ألعاب باريس 2024، مرة أبو زياني تحصلت على المرتبة السادسة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، ريان الشيرني بطل العالم للأواسط في البيرو في العشرة كيلومتر مشي، وأيضا تم تكريم عادل حفيظ اللي خذ فضية الماستر في بطولة العالم. نسمع صاحب المرتبة الرابعة في باريس 2024 محمد أمين الجناوي. والله حاجة تفرح على الأخر وفرحان اليوم التكريم هكا يخليني نخدم على القدام، كأني عملت بوديوم كي روحت لتونس وروحت لبلادي. الناس غزلي كأني العبد الكل يحكوا لي راك عملت بوديوم عنا نحنا، حاجة تفرحني ذي ونتمنى فرحكم ونعملوا ونفرحوا مع بعضنا ونعملوا حاجة تكون تاريخ في تونس ونفرحوا كل مع بعضنا. شو المطلوب من اللحظة هذه ل 2028 لوس أنجلوس؟ خدمة كهو من غير فلوس؟ أكيد خدمة، هي الفلوس وهي كل شيء، واحد يخدم ويركز أكيد. نختم معاك لبيب. عندك برشا وقت، بقية التسجيلات صار نار لحد إن شاء الله. الرياضة وأهداف في موعد خاص لتكريم البطل العالمي والأولمبي محمد القمودي باش كون لما لرياضة ألعاب القوى المصاطين الخمسة نار لحد. شكرا لك رجاء. شكرا لك لبيب، شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.